الشيء الوحيد والجميل الذي قطفته من هذا الاستغفار وهذا البقرة، هناك ذنوب الخلوات، لقد كانت عندي بعض ذنوب الخلوات، لقد كلها سقطت، كلها انتهت، الحمد لله، لم يعد لي عندي ذنوب الخلوات، الحمد لله، الحمد لله. هذا الشيء منذ أن بدأت الاستغفار منذ قرابة 3 أشهر، كل شيء، هذه الذنوب الخلوات لقد ذهبت، وأصبحت لا أفكر في أي حاجة، أصبحت لا أتصفح المواقع، الصفحات، الفيسبوك، وهذا كل شيء سقط من قلبي، الحمد لله. أصبحت أفكر في الاستغفار وسورة البقرة وكيف أخرج من هذا المشكل. بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا على المساعدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصراحة طلعت درس قبل هذا بالمايك اللاسلكي، لكن الصوت ما كان طالع، يعني خرب لي الصوت. الحمد لله والشكر لله. يعني أنا عندي قصة صغيرة كده. إحنا كنا في شهر 7، كان يعني الظروف المادية يدوب على القد خالص، ما كانش في أي فائض خالص في المرتب بتاع زوجي. وبعدين أنا عرفت الأخ محمد حجازي من أول شهر 7، وبدأت الاستغفار. وبعد اسبوعين من الاستغفار بقيت ادعي ربنا، اقول يا رب افتح علينا، يا رب ارزقنا، يا رب وسع علينا رزقنا، يعني باي شكل. من كتر ما انا بسمع القصص دي كان عندي تفاؤل، وقعدت ادعي ربنا بعد اسبوعين من الاستغفار من اول شهر 7 ان ربنا يرزقنا. كنت لسه قاعده بدعي ربنا وبعدين زوجي كان داخل من رجع من الشغل، وداخل فلقيته بيقول لي أسماء، أنا كان هو مفروض ينزل لهم في الشغل من بداية شهر 1 اللي فات أرباح من الشركة، أرباح السنوية بتنزل للموظفين بقى لهم نسبة، هم ما نزلوا لهمش حاجة من شهر 1، وصلنا لشهر 7 وما كانش في أي حاجة من دي، وخلاص والموضوع نام وخلص. فلقيته دخل عليا وانا كنت لسه بدعي ربنا، يعني بعد اسبوعين من الاستغفار لقيته جاي بيقول لي اسماء، ده نزلوا لنا الارباح، تخيلي، من شهر 1 ولسه نازله لنا حالا يعني. فقلت الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا كنت لسه بدعي، سبحان الله، يعني كان عندي يقين في ربنا، انبسطت جدا والحمد لله. يعني ما كانش مبلغ صغير، كان مبلغ حلو جدا، وجالنا كرم واسع، وكنا داخلين جماعية، وبالصدفة اكتشفت ان احنا كان اسمنا اللي هناخد الجماعية في نفس الشهر ده، فجالنا الفلوس دي وجالنا فلوس الجماعية. وكان زوجي يعني ايه، كان بيجيب هو كل الطلبات، كان الفلوس مش بيسيبها يعني في البيت قوي يعني. فلقيته في الشهر ده سبحان الله، لقيته بيحط الفلوس في ايدي كده ويقول لي خد الفلوس اهي، يعني اعمل اللي انت عايزاه، فلوس الجمعية، كل حاجة، والفلوس اللي جات لنا من ارباح الشركة كانتش حاجة متوقعة يعني. فالحمد لله، دي كانت قصة صغيرة كده، بس يعني قائم ربنا واسع. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد الغامدي بارك الله فيك، والأخ محمد حجازي، أنا بقناة بلغوا عني ولو آية، بقناة الرجال رقم 2. أنا كنت بعرف قناة الأخ محمد حجازي تقريبا من حوالي سنة وأكثر كمان، فمن حوالي 2 شهر وما شابه، وأنا هيك جالس فبفتح فيديو، والله أنعم علينا أنه
بلشنا نستغفر والحمد لله. أنا ما كنت ملتزم بصراحة، فالحمد لله التزمت بالصلاة، حتى يعني كنت على صلاة الفجر ما في، فمرة علقت للأخ محمد حجازي وقلت له إنه أنا على صلاة الفجر ما في، فرد علي بأحد الكومنتات وقال لي أنت أخي أنت لست منافق، صلاة الفجر يوفقنا الله لها، والحمد لله أن الله وفقني لها بكل سهولة يعني، وأصبحت إنه أروح المسجد بكل سهولة يعني بعد الاستغفار، وصرت أحب الطاعات وصلي الوقت حتى تأخير الوقت ما أحبه يعني. هي أول ثمار الاستغفار يعني، هي ثمار كبيرة كتير إنه الإنسان يلتزم بالصلاة ويلتزم بالنوافل ويلتزم بحقوق العباد ويلتزم حتى يبتعد عن الغيبة والنميمة وكل شيء يعني. حتى الاستغفار الحمد لله بعدني يعني كتير أمور أنا مخالفة لسنة النبي والفروض التي فرضها الله علينا يعني. فالحمد لله أنه بعد شهر ونص تقريبا كنا نروح على الطبيب مشان الحمل، أنا متزوج صار لي تقريبا سنتين، نروح ونجي. فالحمد لله أنه آخر مرة رحنا قلت أنا ما عاد أروح أطباء وكذا، والحمد لله التزمنا بالاستغفار. فبعد كم يوم بتبشرني زوجتي بأنها حامل الحمد لله الفضل لله عز وجل، وبعدها تقريبا من يومين وما شابه أو ثلاث أيام صار عنا زلزال بسوريا، فأنا صراحة كنت نائم يعني، فعم نام بكير مشان نصحى على صلاة الفجر، فصار تقريبا 12 بالليل، فحسيت بالزلزال أنا بس ولا باليت بالأمر كله ولا همني الأمر، وتابعت نوم ولا كأنه صاير شيء، مع أنه الناس خافت ونزلت على الشوارع وما شابه، فأنا الحمد لله ما همني الأمر، فبس فقط لأنه شعرت عظمة الله عز وجل فقط لا غير يعني، أنه أنا شعرت بعظمة الله وبقدرة الله عز وجل، أنه خوف ما في، وما شعرت ولا 1% انه بده خلص لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وانا تابعت نوم ولا باليت بالامر كلياته. والثمار الاولى هي الالتزام الحمد لله، صلاة الفجر، الصلاة بأوقاتها، الابتعاد عن الغيبة والنميمة، الذهاب إلى صلاة الجمعة قبل ما دخول الإمام بساعة الحمد لله رب العالمين، والالتزام بالأوقات حتى يعني الابتعاد عن كل ما يغضب الله عز وجل يعني. هلأ نحن الناس عنها بتروح البحر وكذا، أنا كنت أروح قلت لا ما بدي يعني، صار عندي موضوع مبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، خلص أنا ما بروح أماكن فيها ذنوب إلي وغضب لله عز وجل، حتى على أعراس على غيره وغيراته، فخلص التزام بالواجبات وفقط لا غير، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الأخ محمد حجازي والأخ أحمد الغامدي والأخ الفارسي، بارك الله فيكم جميعا. وكذا والحمد لله التزمنا بالاستغفار. هاي كمان قصتي مع الاستغفار بعد تعطيل للميراث دام 4 سنوات، حاولنا بكل السبل الوصول إليه دون جدوى حتى إننا استسلمنا، وبعد لزوم الاستغفار جاء الفرج الليلة وأخذ كل ذي حق حقه. سجدت لله الكريم شاكرة، وأنا للآن لم أستوعب ما حدث. سبحانك ربي ما أكرمك. هاي رسالة أخرى. والله يا أستاذ محمد، عشت الاستغفار في 2016 لمدة شهور، ما عشت أيام في حياتي مثلها من الراحة والطمأنينة والرزق، بالرغم من إني أحفظ كتاب الله كاملا وربما أختمه في اليوم حفظا، ولا أدري لماذا تركت الاستغفار، لعله الحرمان. الحمد لله رجعت له مرة أخرى معك، ولعلي أحكي لك قصة قريبة بإذن الله. قصة أخرى، القصة التي نزلناها
على موضوع الانفصام، يعني صاحبتها بتعلق على قصتها، يعني امبارح نزلنا قصة انفصام بالشخصية نزلنا، فاليوم هي بتنزل قصتها كمان مرة يعني بتعقب على الكلام. فهي بتقول: أنا الصراحة هذه القصة كنت مترددة من قولها، لكن عندما قلت في الجروب لأختنا أم رفيدة، يعني عندما قلت في الجروب أن القرآن يعالج الأمراض النفسية، شعرت أنه لابد لي أن أذكر قصتي، لأن الموضوع فعلا تتعالج الأمراض النفسية بالقرآن والقرب من الله، لأن الذي وضع المرض هو الله وهو القادر على رفعه. أنا طيلة السنتين من المرض كنت تحت العلاج بالقرآن، يعني لم أبدأ بالعلاج بعد سنتين، يعني أنا أول ما جتني الحالة بعد فترة قليلة ألهمني الله بالبقرة والختمات والشفاء، كان تدريجي طول السنتين بشكل بطيء، والله إن حالتي كانت حالة شديدة متقدمة، لكن الله لطف بي. أصلا أنا أشعر إني مريت بهذه التجربة حتى أعلم إني ليس للقدرة على شيء، حتى نفسي لا أقدر عليها، أي مريض نفسي قابلته أخبرته بتجربتي. طبعا هذه الأخت يعني عندما لزمت الاستغفار تغير حالها، نعم عندما لزمت الاستغفار شفاها الله. طبعا بعدما حدثتك شعرت إنه لازم أواصل آية الاستغفار، وجاءتني الجرأة أن أخبر الناس به. طيب هنا قصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم بالله، الحمد لله وضبت على الاستغفار، كان عندي مشاكل كثيرة لدرجة كنت أتمنى الموت، كنت أتمنى الموت كل يوم، وعندي أسحار ووساوس ووسواس قهري وخيانات زوجية، ولله الحمد بعد ما شفت قناة الأخ محمد حجازي لزمت الاستغفار، حلمت بالمطر وأنا أدعو جواه، مشاكل بيني وبين زوجي اختفت تماما، وبطل علاقات محرمة، هدأت نفسي، صار عندي أمل بالحياة، أشعر بسكينة وطمأنينة، والله يرزقني من غير ما أحتسب، الله يجزي الخير كل من شارك وساهم بالجروب، أتمنى من الجميع يدعي لي، الله يرزقني الذرية الصالحة، إلزم الاستغفار ووالله لترون العجب، وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم، قصة أخرى. بدأت أول ليلة ب5000 استغفار، وفي الصباح أتى اتصال بأنك حصلت على أرض وكانت منذ 7 سنين ولم نحصل عليها، وشفت رؤيا إن بيتنا كله أجلكم كله كلاب أكرمكم الله، وأتى رجلان من الصلاة الفجر وقاموا بالإسراع لإنقاذنا وطرد جميع الكلاب، وكانت الكلاب من جميع الأشكال. طبعا الكلاب هذه يعني أجلكم الله العوارض التي تسكن هذا البيت، تسكن الجسد، كلاب، أفاعي، كل هذه الأمور، كل ما ترى هذا من سكان هذا البيت من العوارض، فأنت عندما لزمت الاستغفار بدأت تطرد فيها، ساعدوك في طردها، لا يعذب الله مستغفر. نسمع هنا: الشيء الوحيد والجميل الذي قطفته من هذا الاستغفار وهذا البقرة، هناك ذنوب الخلوات، لقد كانت عندي بعض ذنوب الخلوات، لقد كلها سقطت، كلها انتهت الحمد لله، لم يعد لي عندي ذنوب الخلوات، الحمد لله الحمد لله. هذا الشيء منذ أن بدأت في الاستغفار منذ قرابة 3 أشهر، كل شيء هذه ذنوب الخلوات لقد ذهبت، وأصبحت لا أفكر في أي حد، أصبحت لا أتصفح المواقع صفحات الفيسبوك، وهذا كل شيء سقط من قلبي الحمد لله، أصبحت أفكر في الاستغفار وسورة البقرة وكيف أخرج من هذا المشكل. بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا على المساعدة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني الكلام طبعا الاستغفار، في هناك سؤال. السلام عليكم أخي حجازي، أرجو أن تجيبني. أنا لزمت الاستغفار تقريبا لمدة 20 يوم، وبدأت 3 أيام الأخيرة أشعر بألم شديد عند التبول، وبعدها بدأ يخرج دم. هل مرت عليكم حالة كهذه؟ وجزاك الله خيرا. طبعا قد يحدث هذا الأمر بسبب العوارض، ولكنه علينا أن نتوجه إلى الطبيب. أي شيء بواجهك أو أمراض لا تستطيعها قد يكون بسبب العارض، بسببك ربما مرض كامن، مرض كامن أخرجه الله عشان تعالجه. نعم، عشان تعالجه، عشان ما يكبر. نعم، إذا كان صغير هذا المرض بأي نوع من أنواعه، فيعني عظم الأمر عشان إنك أنت تروح تعالجه وتخلص منه، فما تبقى تحت العذاب. فهمت؟ فمش معنى أنا بدأ يعني بدي أنزف كل الوقت ولا أعمل شيء لأني أنا بالاستغفار بدأ هذا النزيف، لا ما دخلش. نعم، يعني الاستغفار بفضل الله قد يكشف لك مرض معين فتروح بتعالجه وتخلص منه. هذا بالاستغفار الله سيشفيك، سيعالجك. مش معنى انه انت خلص يعني خلص ممنوع تروح عند طبيب، لا طبعا. هناك سؤال كان كمان، في اخت كتبت اني قرأت سورة البقرة 4 مرات ولكن لا زال النبض مستمر. النبض مستمر يعني في حركات في اليدين او هكذا، او تنمل او كذا كذا، فاخذت على عاتقها ان تقرأ 7 مرات سورة البقرة كي يهدأ هذا النبض. اخوتي الكرام، خلينا نفهم الموضوع افضل من هيك. لازم نفهم إن لنا قرين، القرين لا يموت، لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالقرآن هذا القرين. هذا القرين يعني يخنس إذا أنت ذكرت الله، فهذا سينبض، وهذا موجود معي كل الوقت. وأنا ليش بقولكم أنا لا أنام الليل بدون ما أدهن زيت، وأذكر الأذكار الصباح والمساء، وإذا نسيت النفث، النفث تقرأ الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس عند النوم، وتنفث هكذا. كل يعني أنا أقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم أنفث هكذا، ثم أخذ هذا النفث وأمسح جسدي قدر المستطاع. أنا لا تغمض لي عينين بدون هذا. يعني على الزيت، على الركب، على الركبي بصير في عندي ألم. نعم، في نبض، هذا موجود عندك، عندك قرين يا أخي. فالموضوع إنك أنت ب4 مرات سورة البقرة يعني تشلح سقطاتك، ترتب أولوياتك، سورة البقرة تشلحك هذه الدنيا وتأخذك إلى الآخرة، لحب الآخرة، حب الطاعة وكره المعصية. هذه مش إنك أنت في حرب إلى أن تلقى الله. فهذا الشيطان وكأنه عندما تخنس تسمع ترى حركته تذكر الله، فهمت؟ كأنه منبه لك. هذا الشيطان عندما تشعر في تنمل هكذا، فأنت مباشرة تبدأ تقرأ قرآن أو تفعل من هذا الباب. فالموضوع إن إحنا نشلح السقطات، فينا ذنوب خلوات كما قال هذا الأخ. شو معنى كلمة ذنوب خلوات يا جماعة؟ أنتوا تفكروا كلام بسيط، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس لو يعلموا مشايخنا ما معنى هذا الكلام. ذنوب خلوات معناها إذا خلى في محارم الله انتهكها. طيب شو معناها؟ معناها يؤتى برجال يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله باء منثورا. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه كان إذا خلى في محارم الله انتهكها، يعني راحت عليه من حطب جهنم. طيب إذا أنا من حطب جهنم والعياذ بالله بذنوب هذه الخلوات التي غالبتني، مغلوب على أمري، لربما شيطاني يأمرني، قريني يأمرني هكذا، أنا مغلوب على أمري لا أستطيع. اليوم بقول بدي أترك الإباحيات، ثاني يوم برجع عليها هكذا.
يعني شو هذا الموضوع يعني؟ طب هذا موضوع مهم جدا، هذا موضوع كبير كبير انك انت تتهاون معاه. يعني عندما يعني يتكلموا في المنابر يعني كل يوم وكأنه مجبور يغيروا ورد، كل يوم يغيروا كلام على المنابر، مش يركزوا على أمر. يعني اليوم خطب الجمعة، مساجد، دروس، كل الدروس فقط عن الذنوب والاستغفار. أخي الكريم لا تغير، ماذا تغير أنت؟ إنسان مريض في عنده سرطان، ركز على السرطان، ركز على السرطان حتى تعالج هذا السرطان. طب هذا ذنب أودى في جهنم، والغيبة والنميمة التي إذا قال لا خير فيها في النار. يا رسول الله نص إن فلان تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جيرانه في لسانها، قال لا خير فيها في النار. والربا، طب ما العمل؟ ما الذي يضبط كل هذا؟ المشكلة بفكروا انه لازم نصعد على المنبر كل يوم في خطبة جديدة، كل يوم نوع جديد، يعني وكأنه سلطة وعملين اليوم بندورة وبكرة خيار وبعدين خس وهكذا. ركز اخي الكريم، يا اخي ركز الامة في ذيل الامم لذنوبها. ما هو المشكلة والطامة الكبرى ان الذي يعني لا يعرف الاستغفار ماذا فعل، لا يستطيع ان يتكلم، ما في عنده. تخيل انك انت هب على سبيل المثال، يعني انا لا اجيد الا اللغة العربية، وهناك في ناس بعدة لغات، فانا لا اجيد الا العربية، فانا اتكلم بموضوع فقط اللغة العربية هكذا. ما عاش الاي حتى يعرف شو بيساوي الاستغفار، ما عرف معنى الاستغفار، عشان هيك ما عظم الاستغفار الذي فيه تقبل الصلاة وفيه يرفع القرآن وفيه ترفع الصلاة على رسول الله وفيه تقبل الطاعات وتقبل العبادات وفيه تعيش الحياة الطيب الكريم وفيه تفتح لك مسارب الرزق وفيه يفتح الله عليك كل باب أغلق، نعم، وفيه تمحى الذنوب وفيه تغفر الخطايا والزلات وفيه كل شيء، يعني خير عظيم في هذا الاستغفار. ما عرفوا هذا لأنه ما فيش ملبوس عندهم، ما لمسوا شيء. ثم يأتي لك من يقول لك يعني ليش أنت فقط يعني نقرأ. يعني يا أخي محمد الحجازي لو تسمح انصح بالذي ينفع المشاهدين. كيف تقول لمشاهدين بسورة البقرة وباقي القرآن الكريم أنصحهم يقرؤوا القرآن الكريم كاملا، لا تتوقف على سورة البقرة فقط، القرآن الكريم كله خير وبركة ورزق وتفريج كرب. نعم، يلا هاي جوابك، هذا جواب من حافظ كتاب الله، هذا جوابك. يأتي الجواب ليجيب لك وإن عشرات القصص لحفظ كتاب الله. والله يا أستاذ محمد عشت الاستغفار، لحظة، هذا عن الاستغفار، نعم الاستغفار، لكنه في معنا قصص عن سورة البقرة، يعني أعتذر. نعم، قص سورة البقرة 4 مرات. الله أكبر، الله يثبت دينك ويحفظك. الحمد لله من أجمل الحلقات كلمات تضرب في الصميم وبأسلوب بسيط. اللهم بارك فعلا مع سورة البقرة 4 مرات. سبحان الله، انتزعت أي تعلق أو شغف وتغيرت أولوياتي، مهما حاولت تغيير تفكيري تجاه أمر معين فشلت. وكنت أقرأها مرة يوميا لمدة 3 سنوات، حتى بفضل الله سمعت تجربتك وأخذ سورة البقرة 4 مرات حتى خلال 20 يوم، وكأن بوصلة الدماغ تحركت والله العظيم. وأول مرة ألزم الاستغفار وأدرك معناه وقيمته، وكأني حديثة في الإسلام. ما بنعرف شو معنى الاستغفار، فيعني ما حدا منا حدا يقرأ كل القرآن، لكن أخي الكريم أنت عندما قال رسول الله بلغوا عني ولو آية، يعني أنت تعيب علي أني أتكلم في موضوع آية، يعني
يعني اذا انا بدي اروح اتخصص طب اسنان لازم اتخصص طب عام وكل انواع الطب. طيب هل يجوز لي اني اتخصص في علم مثلا معين؟ فالموضوع اكبر بكثير من انك انت تقارن مقارنة. يعني لو انا كنت مكانك ولا اعرف شيء عن سورة البقرة، طبعا انا ما منعتك ان لا تقرأ القرآن، وانا كنت اقرأ القرآن وكنت اجالس القرآن تقريبا 8 إلى 10 ساعات في اليوم، فمش فقط سورة البقرة وكل القرآن، وانت اقرأ كل القرآن، لكن في تخصيص لسورة البقرة عندما قال رسول الله اقرأوا البقرة فان اخذها بركة وتركها عسرة ولا تستطيعها البطلة. اليوم يا اخوتي الكرام، هذه القصص التي قصصناها عليكم، يعني شو بتعمل هاي في؟ ماذا تفعل بي أنا كمسلم؟ مسلم يعني احنا وضعنا اليوم مزري، في ديون، في هموم، في تعطيل، في سحر، في أمراض، في أسقام، أمرنا ليس بأيدينا، مش عارفين نهتدي سبيل، مش عارفين ليش هيك الحال، في حروب، في تشتيت، في أمور مش عارفين نهتدي. بطل في ثقة في الدين، بطل في ثقة في الدين ولا في ثقة في الله جل في علا، بطل. ليش؟ لأنك أنت ما 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 في عندك خارطة الطريق ولا لأي حديث، ما في لك عندك خارطة الطريق. تقرأ تجمع حسنات، طيب مليح، هل وصلت إلى الحسنات التي فيها قال المولى عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ بالله عليك أنت الذي تقول لي اقرأ كل القرآن، لماذا سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة هي اللي بتربيك، هي اللي بتعيدك إلى الفطرة السليمة. شو يعني؟ يعني أنت بتقرأ وهي تعيدك، قرص دواء. بتقبل النصيحة؟ تقبل يا أخي النصيحة. اليوم أنت بتقرأ كل كتاب الله، طيب ردد سورة البقرة وشوف شو بده يصير معك. ثم بعد ما تقرأ سورة البقرة وتربيك سورة البقرة وتهذبك وتعيدك إلى الفطرة السليمة، ارجع اقرأ كل القرآن، كله اقرأ. تعرف شو بده يصير معك لما بتقرأ سورة البقرة وبتركز عليها حتى تشلح هذه السقطات؟ بصير معك انك انت ما عندما تمر على آية الربا بقول هذا حرام، هذا كبيرة، مش بتمر عليها مرة الكرام، بتمر على 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 آية العقوق وبالوالدين إحسانا، بتقول راح أزور أمي وأبوي، راح أروح أعمل لهم شيء طيب. نعم عندما تمر على على آية الجلباء فليدنينا وليدنينا عليهن من جلبيبهن، قل لا، هذا لا يليق أني أكون أنا بهذا اللبس، لا يليق أني أنا أقرأ سورة البقرة وسورة البقرة بتفتح لي عيني أكبر. يعني كنت شايف موضوع الجلباب قليل، يعني انه لا خلاص بنفع هكذا يعني باللبس اللي انا بلبسه، فبتعمل الجلباب هكذا امره عظيم في راسك، بتصير كل الوقت جلباب جلباب جلباب، نعم خمار مثلا هكذا، وموضوع غض البصر، موضوع السقطات كلها تمر عليها، موضوع الامر بالمعروف، بتكبر الموضوع في راسك، مش تقرأ وتمر المر الكرام. انت تقرأ، انت بتقرأ وبتمر المر الكرام، ولكن هنا تبدأ الأمور تعظم. فهمت؟ مش يعني بصير أوقف والربا كذا كذا كذا، لا، انت عندما قرأت وكأنك انت بتعطي معلومة للكمبيوتر، هون الكمبيوتر يقول لك هاي كبيرة لا تقترب، ابدأ اتراجع. فهمت؟ عشان هيك لا يمكن أن تصل إلى الولاية وإلى مفهوم الرزق وإلى معرفة الله وإلى استجابة الدعاء وإلى العلم الذي يعلمك الله به وإلى الحكمة وإلى التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، لا يمكن بدون سورة البقرة. ليش؟ لأن هاي أفعالها، هي مش أفعالك أنت فقط قرأت، لكنك قرأت كل كتاب الله ما فعل فيك هذا الشيء. ليش؟ لأن قراءة سورة البقرة وأنا تكرار تكرار، كانوا في الماضي، كانوا في الماضي يعني الموتور السيارة يحركوا له هكذا، مفهوم؟ عشان يدور الموتور في مناويل شيء من الشكل اسمه بعرف شو اسمه. فاليوم انت عشان تحرك المحرك الا يسق لك من جديد، بدك تعيد تضلك كرر تنو تصل الى
أن تسقلك سورة البقرة، وعندها تنطلق في مفهوم جديد لكتاب الله، مفهوم في الوازع. يعني الوازع هو التخويف الداخلي، في عندك زي الضمير حي، بصير ضميرك حي. الوازع الرادع هي الكاميرات والقوانين والغرامات والشرطة، هذا الرادع يردعوك في هذه الأمور. الوازع شيء رباني على الفطرة، ترجع الفطرة السليم في بتصير تخاف من الله، بتصير ما هي هاي إنما يتقبل الله المتقين، الخوف هو التقوى، بتصير تخاف. شفت الأخ الذي قال بدأت بالصلاة أنتظم وأذهب إلى المسجد قبل بساعة وتركت كل الأمور، والأخ الثاني قال تركت الإباحيات وهكذا نبدأ. نعم في عندي على إيش أخاف اليوم، أنا وجدت ضالتي في هذا الدين، وجدت أن أموري كانت معطلة بسبب ذنوبي، فعندما تبت إلى الله فتح الله علي وبدأت حياتي تحلو، ولماذا أنا لا أستمر في القرب من الله؟ فهمت وين أنت بصير أمرك طيب، فأنت سبحان الله ستبقى في كلامك وتنظر وتقول حجازي بخرب على الناس، مع أنك أنت تقرأ كل القصص لكنك خلص علموك هيك. فيولد الولد على الفطرة، فإما والديه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فأنت زرعوا في رأسك فكر. هذه 100 عام لو دخلت إلى كتب ابن تيمية لانقلب رأسك وتابعت ما نقول بالنسبة للاستغفار. العلماء السابقين أخي الكريم كانوا يعيشوا لا يأتوا بمقال ابن تيمية. اذهب إلى مشايخنا اليوم يقول لك قال ابن تيمية، لكن ابن تيمية ما قال قال فلان، يقول عن نفسه عاش الاستغفار. وصلت انك انت لازم تعيش عشان تقطف عشان تعرف. اليوم سبحان الله، لكن الامر الحمد لله باتساع، باتساع يعني كالنار في الهشيم، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا الفكر، هذا الفكر المتحجر، هذا الفكر المتحجر الذي حجر الأمة وجعلها ترجع إلى الخلف، مش 100,000 عام وكأنه لا يوجد إسلام اليوم يا جماعة. يعني بس بقي اسمك محمد وفلان اسمه علي وفلان اسمه عبد الله، وهذا مرابي وذاك كذاب وهذاك مدخن وهذا غرقان في الإباحيات. نعم هو محمد ومحمود وعبد الله ومصطفى، كلات هاي الأسماء كلها أسامي مرسومة على هوياتنا، هذا يدخن وذلك يحشش والثاني علقان بالإباحيات والثاني بالغيب والنميمة وذاك بالأعراس والأفراح وتلك بالتبرج، وسمي ما تشاء. ضاعت الأمة ولا زلت تقول بالتحجر تبعك يا أخي قوانين، هاي القوانين اللي أنت ثبت ولم يثبت دمرت الأمة. طيب راجع حساباتك، طيب راجع حساباتك. فاقبل النصيحة، بس من يحق له أن يتكلم ويعيد الكلام الذي أذن الله له فتح عليه؟ مش كل صاحب منبر يعرف ما معنى الاستغفار، لا والله لا يعرف ما معنى الاستغفار ولا يعرف معنى سورة البقرة. سيأتي لك بما قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا يعني الأحاديث هي واضحة، الأحاديث لرسول الله، لكن كيف تطبق؟ ما في. ماذا تفعل لك سورة البقرة؟ ما في، ما فيش عنده، ما فيش عنده، ما حدا علمه، ما علموش أن سورة البقرة هي عقل مدبر، بدونها لن تعود إلى الفطرة السليمة، إلى من خير أمة أخرجت للناس بالأخص في هذا الزمان. فكمان هناك السؤال، هذه الأخت التي نعود أنه قرأ سورة البقرة 7 مرات عشان تخلص من هذا النبض، لن تخلصوا من هذا النبض، ما فيش، إحنا بحرب، لكن لا يؤثر فيك شيئا، ما بيأثر فيك شيء ولا شيء،
لكن وكأنه هو الناقوس الخطر الذي يبعثه الله لك، يعني إذا تقعست اعمل لك هكذا نفضة بالجسم. نعم، كلما أذنبت عظمة، فأنت بتصير إيش؟ مراقب لنفسك بهذا حركاته داخل جسدك. لكن هذا قرينك، الأسحار شلحتها، ولكن الشيطانك اللي هو قرينك هو ألد الأعداء عليك، ويعرف أسرارك ويفضحك، يفضحك للسحرة وللشياطين. هو يريد أن يأخذك إلى جهنم، هو الذي يربط على كتفك ويقولك أنت على خير، أنت بتصلي، خلاص صلي، وإذا كذبت بس أنت استغفر، وستظلك مستمر بالكذب يعني، وظلك بالعرس يعني. هي الله زانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بشربة ماء سقتها لكلب، ما قال لك أنه أول إشي المسلم مآله إلى الجنة وليس ابتداء، وثم بعد ذلك لربما دخلت النار وخرجت، ولربما حسن دينها بعد أن سقت الكلب فشرح الله صدرها فأخذت الدين وتابت إلى الله وحسن دينها. انتهى الدرس. هل استغفر رحمة الله؟ والله سترى عجب لو انك بديت الصلاة مع الاستغفار، يعني عندما صلينا من منذ مثلا 30 سنة او اكثر واخذنا الاستغفار معها محمل الجد، الله اعلم مين بنكون. الله اعلم انه كل العالم هذا بيبقى صار مسلم لكثرة الخير الذي سيعطيك الله اياه، وكثرة الفتح الذي سيفتح عليك بهذا الاستغفار. مفاتيح خزائن الله الاستغفار، مفاتيح رحمة الله الاستغفار، لا يعذب الله مستغفر. في كل باب تجد الاستغفار يحلال المشاكل. نعم، سورة البقرة، العقل، الحكمة، الفهم، الولاية، نعم، التدبر، الامتثال، التطبيق بسورة البقرة، ولا ننسى باقي العبادات. لكن أول شيء نقطف، نعيش نقطف وننتقل، يعني نأخذ ونزيد، يعني مع سورة البقرة ومع الاستغفار فأزيد الصلاة على رسول الله، بعرف شو معنى الصلاة على رسول الله فأزيد الحوقلة، مش بنقص، لا أترك شيء. سورة البقرة مرة ستبقى معك، والاستغفار أقل ما يمكن، إنه لربما 10,000 استغفار يومي لا تتركهم بعد أن تكثر وتعيش 30,000. وهكذا بتأخذ صلاة على رسول الله، لربما أنت بدك 400 صلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية، وبعدين تأخذ الحوقلة لربما 100. وهكذا أنت إنسان ذاكر في الليل والنهار، وخير الأعمال إلى الله ذكر الله. طبعا بعد الصلاة حب الأعمال إلى الله، الصلاة في وقتها، وذكر الله يا خير الأعمال إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا نسيت أذكر في صندوق الوصف ستكون هناك قنوات الاستغفار، يعني قصص المستغفرين، فقط قصص مش دروس، وهناك جروبات استغفار، جروبات قصص وقنوات، وكل هذه بالصندوق الوصف، شاركوها انشروها بين الناس، بلغوا عني ولو آية، بلغوا الناس، ذكروا إخوتكم أحبابكم. نعم، عسى الله أن يرفع عنا الغمة وأن يأخذ بيدنا، أن نكون بيننا من يستجيب الله لدعواته فيغير أحوالنا جميعا. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم. صندوق الوصف بعد ما تنزل الحلقة لربما بعد ساعة ساعتين ثلاثة أنا أجمع دائما بالحلقة التي سبقت هذه، ستجد الجروبات وقنوات القصص وكل قنواتنا التي هي معنا، وفقط القنوات اللي في صندوق الوصف هي تابعة لي، تابعة لنا، وباقي ما باقي أنا مش مسؤول عنها حتى لو ذكروني فيها وذكروا الاستغفار الذي نذكره. السلام عليكم ورحمة الله.